المزمور 115 برضك احدى مزامير التهاليل اللي بيتقال في الاعياد، وهو مزمور فيه افتخار بالله. ليس لنا يا رب، ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. لماذا يقول الامم اين هو الههم؟ ان الهنا في السماء كلما شاء صنع. اصنامهم فضة وذهب عمل ايدي الناس، لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها ايدي ولا تلمس، لها ارجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها. يا اسرائيل اتكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا متقي الرب اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. الرب قد ذكرنا فيبارك، يبارك بيت اسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب، الصغار مع الكبار. ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى ابنائكم. انتم مباركون للرب الصانع السماوات والارض. السماوات سماوات للرب، اما الارض فاعطاها لبني الادم. ليس الاموات يسبحون الرب ولا من ينحدر الى ارض السكوت، اما نحن فنبارك الرب من الان والى الظهر. الليلويا. برضك احد مزامير التهليل اللي كان كل الشعب يردده في عيد الفصح، وكان بالذات هذا المزمور يردد عند وقت اصعاد الذبيحة، لما يجوا يقدموا ذبيحة عيد الفصح كانوا يرددوا هذا المزمور، وكانوا يرددوه بطريقة لطيفة ان هم بيقسموه الى اربع، بيربعوا بعض او بيردوا على بعض. لكن مضمون هذا المزمور هو مضمون جميل لكل نفس بشرية، سواء ان كانت بتعمل اي عمل، عمل في الكنيسة او عمل في حياتها الاجتماعية، تقدر انها تصلي بهذا المزمور. ليس لنا يا رب، ليس لنا لكن لاجل اسمك اعطي مجدا، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. ساعات لما بنبقى بنعمل عمل ايا كان هذا العمل، سواء روحي او غير روحي، يبقى نفسنا ان العمل ده ينجح وان العمل ده يتعرف. جايز بيبقى في دوافع كتيرة بتدفع الانسان انه يدور على نجاح العمل اللي بيعمله، ممكن علشان العمل ده يطلع بشكل جميل لائق يقولوا فلان عمل حلو، خدم خدمة حلوة، او نجح نجاح باهر. او ان الانسان في اوقات تانية بيبقى هدفه انه مش بس يظهر نفسه او نجاحه في هذا العمل، لكن اهو نفسه يعمل حاجة حلوة وخلاص. او ممكن يكون هدفه انه يفرح الناس اللي حواليه، فعشان كده بيتقن في هذا العمل او بيبذل اقصى جهده. لكن هذا المزمور بيقول لنا نقطة مهمة جدا، ان اي عمل تعمله خليه لمجد مين؟ ربنا. قل له ليس لنا يا رب، ليس لنا، مش ليا ولا للناس اللي حواليا اعطي مجدا، لكن لأجل ايه؟ اسمك. يبقى هدف كل عمل هو تمجيد اسم الله. ليه؟
من اجل امانة الله ومن اجل رحمة الله. حاجتين مهمين جدا ينبغي ان كل عمل واحنا بنعمله يبقوا في ذهننا. رحمة ربنا اللانهائية اللي احنا عايزين نعلنها للناس ونعلنها للعالم ونعلنها للخليقة، وايضا امانة ربنا اللانهائية. عشان كده احنا بنشتغل وبنتعب من اجل اظهار امانة الله ورحمة الله، مش من اجل تمجيد ذواتنا. الخادم اللي بيشتغل في خدمته ويبذل مجهود من اجل ان هو اللي يظهر وان الناس تستحسن عمله وتعبه وتقول يا شوفوا فلان ده بيخدم قد ايه، وشوفوا فلان بيحقق ايه، حتى ان حقق اشياء كتيرة جدا لكنها ليست مقبولة امام الله. لكن اللي مقبول ان الحياة كلها بكل ما فيها من اعمال تبقى لمجد اسم الله، علشان ربنا يتمجد وتظهر رحمة ربنا للخليقة كلها وتظهر امانة ربنا للخليقة كلها، والكل يعرف ان ربنا رحيم وان ربنا امين. اعطي مجدا من اجل اسمك، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. سبب ثاني بيقول للربنا اشتغل يا رب وتمجد، مش من اجل ان احنا نتمجد او ان احنا نبقى نعمل عمل كويس او نفرح الناس، لكن علشان ترد على الناس اللي بتقول لماذا يقول الامم اين هو الههم؟ فين ربنا بتاعهم ده؟ عمل لهم ايه او عمل معاهم ايه؟ عشان كده لابد يا رب انك تشتغل من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. اذا كانت الامم بتعتمد على الملموس والمحسوس، فين ربنا بتاعكم ده؟ عمل لكم ايه ربنا بتاعكم ده؟ عايزين نشوف حاجة عملها لكم، عايزين نلمس حاجة عملها لكم. فعشان كده من فضلك يا رب اشتغل وتمجد في حياتنا، مش من اجل ان احنا ناخد المجد، ولكن من اجل انك ترد وما تديش فرصة على الذين هم من الخارج اللي بيقولوا اين هو الههم. الشيطان يجيلي ويشوفني كده تعبان ومتضايق يقول لك فين ربنا بتاعك ده؟ فين ربنا ده اللي انت رحت له الكنيسة؟ وفين ربنا ده اللي كنت بتصلي له؟ وفين ربنا ده اللي كنت بتخدمه؟ عمل لك ايه ربنا؟ اين هو الرب الهك؟ يشكك باستمرار في هذا. والانسان مسكين لان الانسان تملي بيعتمد على الملموس والمحسوس، عايز حاجة ملموسة يحسها في حياته ربنا عملها له، عايز حاجة محسوسة. لكن بيرد في منتهى الإيمان والثقة إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع. يعني ربنا اللي عايزه يقدر يعمله، كلما شاء صنع. وهو في السماء أعلى من الكل وفوق الكل، ويقدر يعمل كل حاجة لأن هو أعلى من كل شيء. الإنسان اللي بيعتمد على الملموس والمنظور والمحسوس زي الإنسان اللي عبد الأوثان. هو عبد الأوثان ليه؟ لأنه عايز إله مرئي قدامه، عايز إله يقدر يمسكه في إيده. فصنع الأصنام، أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس. الإنسان بيعبد اللي عمله بإيديه. باستمرار الإنسان عايز إله على مزاجه، عايز إله هو اللي يصنعه، هو اللي يشكله. لأن فكرة الإله عنده إنه عايز إله يحقق له كل طلباته ورغباته. عشان كده لجأ الإنسان إنه يصنع إله بعمل إيديه. بدل ما الإله هو اللي يمشي الإنسان، الإنسان حب إنه هو اللي يمشي الإله ويتحكم فيه، فصنعه في إيديه.
يمكن بنقول دلوقتي ان احنا ما بنعبدش اوثان، لكن سؤال الانسان يسأله نفسه، انت بتعتمد في حياتك على المنظور والملموس والمحسوس؟ ما هدي اصنام. المنظور والملموس والمحسوس ده هو المال، المادة، الشهوة، المركز، الوظيفة، الكرامة، كل الحاجات دي هي المنظورة والملموسة والمحسوسة واللي الانسان بقى يعبدها دلوقتي. لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، ليها منظر، ليها شكل، ليها الملموس والمحسوس والمنظور، لها ايدي ولا تلمس، لها ارجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها. هي ليها المنظر والشكل لكن ملهاش الفاعلية. عشان كده اذا كانت هي فقد الحياة وما فيهاش حياة، هكذا كل من اتكل عليها يصير ايضا بلا حياة. اللي اعتمد على المال او على المادة او على الشهوة او على المركز او على القوة وحط رجاءه واتكاله عليهم، لا المادة ولا المال ولا القوة ولا الصحة هتقدر تمنع الموت عنه، ولا هتقدر تمنحه حياة ابدية. عشان كده اذا كان هو حط اتكاله عليها فمثلها يكون، واذا كانت هي فقدة للحياة ما تقدرش تمنع الموت وما تقدرش تدي حياة ابدية، ايضا هو يصير مثلها، لا يقدر الموت انه يمنعه عنه ولا تقدر ان تكون له حياة ابدية. عشان كده مهما الانسان وصل من ملموس ومنظور ومحسوس، لكن ده ما يقدرش يمنع الموت عنه وما يقدرش يديله حياة ابدية اطلاقا. والناس للأسف بتنسى هذا الموضوع او بتتنساه، وبتبتدي تفضل طول حياتها تجري وراء المنظور ووراء الملموس ووراء المحسوس وتتكل عليه وتحس ان سعادتها ورجائها فيه، لكن في الاخر بتفاجأ ان مثلها يكون صانعوها، ان هم اللي عملوا الحاجات دي مش هي اللي ايه اللي عملتهم، لكن للاسف هم هيبقوا زيها. كل من اتكل عليها، لكن بيعمل مقارنة على طول ما بين الانسان اللي بيتكل على الملموس والمنظور وما بين الانسان اللي بيتكل على الله. بيتكل يعني بيحط ثقته ورجاؤه واعتماده كله على ربنا، يعيش يشهد لأمانة الله ولرحمة الله. فيقول يا إسرائيل اتكل على الرب، حط ثقتك ورجاءك في ربنا، هو معينهم ومجنهم. ربنا ده هو اللي بيعين، وهو مش بس اللي بيعين، اللي بيحفظ. مجن يعني ترس او حماية. فالله يعين والله يحمي، لان ياما ناس بتعين لكن ما تقدرش تدي حماية. ممكن تديني حاجة لكن ما تقدرش تحفظ لي هذه الحاجة، لكن الله معين ومجن. الله يعني ويحافظ علي ويحافظ لي على الحاجة اللي ادهاني. يا بيت هارون اتكلوا على الرب. وهارون دول اذا كان بيت اسرائيل ده الشعب المختار اللي في علاقة بينه وبين ربنا، لكن بيت هارون دول الناس اللي كرسوا حياتهم لمين؟ لربنا، الكهنة واللاويين. اتكلوا على الرب،
حطوا رجاءكم في ربنا واعتمادكم على ربنا، هو معينهم ومجنهم، ايضا يعينهم ويديهم حماية. يا متقي الرب اتكلوا على الرب هو معينهم ومجنهم. وهنا الاباء المفسرين احتاروا جدا في الكلمة الثالثة دهية، مين هم متقوا الرب؟ يقصد بهم مين؟ اسرائيل معروف ان هو الشعب الايه؟ مختار. وهارون مقصود بيه الناس اللي كرست حياتها لربنا. طب مين هم متقي الرب؟ ما كده الشعب كله ايه؟ خلص. مين متقي الرب؟ دي كانت اشارة للامم اللي هيبقى فيهم مخافة ربنا وحيسلكوا كشعب الله الايه؟ المختار. يحطوا اتكالهم على الرب ويحطوا ثقتهم ورجائهم في ربنا ويشهدوا لربنا. يقول حتى ان دول متقوا الرب هو برضك معينهم ومجنهم على نفس مستوى شعبه الايه؟ المختار. وبعدين يفاجئنا بخبر وببشرى جميلة جدا رائعة، الرب قد ذكرنا فيباركه. ربنا ذكرنا يعني افتكرنا. آية جميلة جدا مطمنة للإنسان، ربنا فاكرك. ساعات الإنسان في مرات كتيرة من كتر الأحزان اللي بتبقى في حياته أو الإحباطات اللي بيبقى في حياته يقول ربنا نسيني، لكن هذا المزمور يعلن بهذه الفرحة والابتهاج في يوم الخلاص، في أسبوع تهليل الفصح، أن الرب ذكرنا. مش هيذكرنا، ذكرنا دي فعل ايه؟ ماضي. ان احنا فعلا في ذهن الله والله لم ينسانا ابدا. واذا كان ربنا فاكرنا، طب ايه معنى ان ربنا يفتكرنا؟ ايه معنى ان ربنا فاكرنا؟ بركة على طول مستمرة في حياتنا. عايز بركة، بتدور على بركة في حياتك، تأكد واطمئن انك في ذهن الله منذ الازل والى الابد. عشان كده بركتك موجودة منذ الازل والى الابد. الله يفتكر فيبارك. هو مش لسه هيفتكرنا، هو فعلا افتكرنا. الرب قد ذكرنا فيباركه. يبارك بيت اسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب. نفس الثلاث ترتيبات. مش هيبارك شعب المختار بس، ولا هيبارك الكهنة ولا اللي عاشوا مكرسين حياته، لكن هيبارك ايضا كل نفس اتقته. لان كل من اتكل عليه لا يخدع. كل من حط ثقته ورجاءه في ربنا لا يمكن ان يخدع، بل تكون له البركة. والعبارة ده هي عدد 12-14 كانوا بيرددوها بصوت عالي، بيتقسموا لفريقين بيردوا على بعض وقت إصعاد ذبيحة. الرب قد ذكرنا فيبارك، فيرد فريق تاني يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب، الصغار مع الكبار. وكأن كل واحد ايا كان موقعه وايا كانت قامته هو في ذكر الله وفي ذهن الله وفي بركة الله، من اول الصغير حتى الكبير. ليجد الرب عليكم، ليجد الرب عليكم من البركة بتاعته وعلى ابنائكم، ان ابنائكم يستمروا في البركة. وده كان هتاف التهليل، ان بس مش بيطلبوا او مش فرحانين بالبركة اللي عندهم، ده بيطلبوا كمان استمرار البركة للاجيال اللي بعدهم. ففي صرخة هتاف ليجد الرب، هتاف ليجد الرب
عليكم عليكم وعلى أبناءكم. فرحة العيد كانت تتلخص في هذه الآية، مزيد مزيد من تذكار الله للإنسان ومن بركة الرب للإنسان. وبعدين يأكد لهم أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. ده ربنا ده اللي عمل كل حاجة في السماء واللي عمل كل حاجة في الأرض. عشان كده بركة ربنا ليكم ما هيش مجرد بركة سماوية فقط، لكن أيضا كمان بركة أرضية، لأن السماء والأرض دول بتوعه. السماوات سماوات للرب، وأما الأرض فأعطاها لبني آدم، أعطاها لبني آدم يعيشوا فيها. بس جميل جدا لبني آدم أنه مش يتمتع بالعطية اللي خدها وبس، لكن أنه باستمرار ينظر لليد اللي أعطته هذه العطية، ينظر لإيدين الله الممدودة من سماوات السماوات لكي ما يعطيه هذه الأرض. عشان كده مهم جدا لما ربنا يديك حاجة، يا ترى انت بتفرح بالعطية ولا بتفرح بصاحب العطية؟ بتفرح بالعطية في حد ذاتها ولا تفرح بالايد اللي ادتك هذه العطية؟ فرق كبير قوي بين واحد ياخد من ربنا حاجة ويفرح بيها، وبين واحد تاني يفرح بربنا اللي اداله هذه العطية. لكن للأسف بني آدم في مرات كثيرة تاخذ العطية من ايدين ربنا وتجري تفرح بيها بعيد عن ربنا. ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. أرض السكوت يقصد بيها الهاوية، وكان ده الذهن اللي موجود في العهد القديم، ان كل من ينزل إلى الهاوية إلى الجحيم ليست له اي علاقة بالله ولا يستطيع ان يسبح الرب. لكن في رؤية نبوية جميلة جدا يقول صحيح الاموات ما يقدروش يسبحوا ربنا، اما نحن الاحياء فنبارك الرب. اذا كان الاموات ما يقدروش يسبحوا ربنا فالاحياء هم اللي يقدروا، واحنا احياء، لانه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. عشان كده لما قال انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، اله احياء وليس اله اموات. عشان كده الكنيسة تاخد هذا الجزء من المزمور وفي الصلاة على الموتى بتصلي هذا المزمور: ليس الاموات يسبحون الرب ولا من ينحدر الى ارض السكوت. لكن احنا مش اموات حتى وإن كان في موت بالجسد، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. إلى الدهر يعني على طول، لأن احنا دخلنا في الحياة الأبدية. فنحن أحياء أبديين، ليس للموت سلطان علينا. وبكده كان الروح القدس بيرسم في ذهن المرنمين فكرة عن الخلاص الأبدي وعن الحياة الأبدية بالتهليل والتسبيح اللي كانوا بيقدموه في عيد الفصح، في عيد المظال، وفي عيد الخمسين. عشان كده بنشوف ان العهد القديم ما كانش مجرد طقوس بتتعمل وخلاص، لكن كل أسرار العهد الجديد كانت مستخبية في العهد القديم. ليس لنا يا رب ليس لنا لكن مجدا لاسمك اعطي. يا ريت ان ده يكون هدف الانسان باستمرار، اللي حط ثقته ورجاءه واتكاله على الرب، مش انه يخرج حاجة جميلة او يقدم خدمة جميلة او يتمم عمل الناس تتبسط بيه، ولكن من اجل اظهار مجد اسم الله، اظهار امانة الله ورحمة الله للخليقة كلها. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟